اختيارنا يعني في فترة توقف طويلة بحدود الشهر، فاحنا من قبل نهاية أو من قبل التوقف بفترة يعني الحمد لله توفقنا بالاختيار نعمل معسكر لمدة 10 أيام ولعب مباريتين ودية أمام الزمالك والإسماعيلي المصريين. تفاعل الإعلام المصري مع تواجد بعثة نادي الرائد في مدينة الإسماعيلية خلال هذا المعسكر كان تفاعل كبير، وعودونا الإعلام المصري دائما متفاعلين، يعني بحكم أنا عملي من 5 سنوات في المركز الإعلامي في تفاعل كبير من الإعلام المصري، دائما يتواصلون معي عدد من الصحف عدد من القنوات، فتفاعلهم جميل من تواجد الرائد الآن في المعسكر، خاصة أنه سوف يلعب مباراتين كبيرتين أمام نادي الزمالك وأمام نادي الإسماعيلي كمباريات ودية تجريبية حبية بين الأشقاء السعوديين والمصريين. والله هو عندهم خبرة مسبقة شوية، لأن في الصيف أنا كنت منظم برضو معسكر نادي الرائد بس فئة الشباب اللي هم 20 سنة، فأثنوا على المعسكر جدا بفضل الله. تعرف الأجواء إسماعيلية مميزة شوية، ملاعب متوفرة داخل الفنادق، فسهولة إقامة مباريات ودية، فهم اتصلوا عليا احنا عايزين نعمل معسكر في مدينة الإسماعيلية بالتحديد، يعني هم حددوا المدينة، فبفضل الله وفقنا ان احنا نعمل له معسكر في فندق التوليب. عارفين ان احنا ما عندناش الحظ الكافي ان احنا نقدر نواجه فريق زي الهلال، ولكن انا اقدر اقول ان احنا نحاول نعصر الفريق بتاعنا ونحاول ان احنا نقدم افضل ما عندنا ونحاول ان احنا نواجهه بوجه رحب ونحن نحاول ان احنا نقضي اقصى اداء، وده اللي مطلوب مني ان احنا لازم نعمله في المباراه. سعداء جدا بتواجدنا هنا، فترة تحضير جيدة جدا وطيبة جدا للدور الثاني من الدوري. أكيد طبعا إن إحنا ما كانش عندنا الوقت الكافي إن إحنا نشوف فيها مدينة الإسماعيلية، أكيد مدينة جميلة، كان عندنا الوقت قدرنا إن إحنا نذهب للقاهرة رحناها، ورحنا كمان منطقة الأهرامات، بجد مدينة رائعة وجميلة جدا. والله أجواء جميلة صحية، يعني بعد توقف طويل كان من الضروري إن إحنا نسوي يعني معسكر تمارين فترة قصيرة لمدة أسبوع، والحمد لله ماشيين على برنامج ممتاز، وإن شاء الله بإذن الله أنه إحنا نرجع للسعودية الأسبوع القادم بكامل استعدادنا. والله المعسكر بالعكس حلو جميل، مستفيدين منه تمارين صباحية ومسائية، نرفع المعدل اللياقي، وإن شاء الله نرجع للسعودية وإحنا بأكمل وجه بإذن الله.